كما كنقولوا ديما حنا الرجاويين، حنا الرجاويين معروفين وودادين، الله يهديهم خصهم يحتفلوا معانا هاد الفرحه هادي، حيت هاد الكاس هذا ديال محمد السادس ديال المغرب كامل، ماشي ديال رجب وحده، حتى الودادين والمغاربه كاملين خاصهم يفرحوا معانا ويجيو يساندونا، ماشي يجيو يتضاربوا معانا. وديما رجا وهذيك المدرب ديال رجا، هذيك المدرب ديال رجا حنا فرحنا معاه، الله يرحم بالوالدين، ولكن حنا ما قابلينش به، خاصو يتبدل ونجيبوا لعابه اخرين، هادشي كنطلبوا من اداره الرجا، الله يرحم بالوالدين. وديما رجا العز والنصر والسكنة في القصر، والرجا ديما في العالي، والرجا العالمي، وهادشي كامل ديال الكاس ديال محمد السادس، وعاش محمد السادس. الله يرحم الوالدين. اللقب هذا كنهديوه لفريق الرجاء البيضاوي اللي عنده تاريخ كبير في درب السلطان وامجاد ديال درب السلطان. ماشي غير في درب السلطان، في العالم. العالم في العالم كامل. الصيد ديالو فاتح. كنهديوه الكاس هذا، كنهديوه الكاس محمد السادس، كنهديوه صاحب الجلاله اللي نصر الله. الرياضي الاول. الرياضي الاول في العالم وعاش فريق الرجاء البيضاوي. كنشكر ديما راجا. السلام عليكم. كنهديو هذا الفوز وهذا اللقب للشعب الرجاء، الشعب الرجاء اللي كيحب الرجاء من قلبه، وكتشوف الاخلاص وكتشوف الحب ديال الفريق كيفاش داير من الجمهور ديالو، وكنشوفوا ان بعد المحسوبين على الفريق تما الوداد انهم كيتعارضوا علينا الفرحه ديالنا وكيخرجوا لينا ديما، وماشي مشكل، حنا ديما كنفرحوا المغاربه وكنفرحوهم في السياسه، في السياسه مع الجزائر ربحنا في فينال، فهمتيني؟ سياسيا الرجاء كتلعب سياسيا ورياضيا وكل مجالات الرجاء كتلعب، وطنيا في كل مجالات. شعور واخا نضل نقول لك دابا ما نقدرش نعبر لك على الشعور ديالي اخويا، جبناه من فم السبع كما تيقولوا، وديما رجاء حتى للموت. تنشكر خونا الرحيمي اللي غيخلينا وغيمشي، تنشكرو ديما الرحيمي وديما حفيدي وديما رجاء خويا ديما كازا.